السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. قبل ما نبدا الفيديو ديالي كنبغي نرحب بالمخرجين الجدد في القناة ديالي ونشكر المتتبعين القدام على التعليقات اللي كيخليو ليا وانهم كياخذوا من وقتهم كيخليو ليا التعليقات الجميلة اللي كتعجبني بزاف. واللي شاف الفيديو اول مرة هذا الفيديو هذا يدير اشتراك واعجاب ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. ودابا غادي نقدم لكم الوصفه ديال اليوم اللي هي عباره عن اكله كوريه اللي عجبتني بزاف وبغيت نشاركها معكم. هنايا عندي 300 غرام ديال الكالامار اللي انا قطعته هكا صغير رقيق بزاف وصغير. عندي واحد البصله صغيره قطعتها هكا مشلضه، وعندي جزره صغيره حتى هي قطعتها هكا رقيقه. هنا عندي بيضه، هنا القامه اللي هي نص معلقه ديال الابزار ونص معلقه ديال الفلفله السودانيه او الفلفله الحاره، وهذه الملحه على حسب الذوق. هنا كنزيد شويه ديال لي كورنيشون لان كتعجبني انا الحموضه، وهذه جوج فلفلات حارين قطعتهم هكا رقيقين. هنا عندي جوج كيسان ديال الطحين وهنا كاس ديال النشا. اذا نبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. هنا قلنا عندنا جوج كيسان ديال الطحين، غنزيدو عليهم كاس ديال النشا، غادي نزيدو عليهم الكالامار، نزيدو عليهم خيسون، نديرو المقادير كلها، بصله بصله حاره كورنيشون والبيضة ديالنا والقامة كلها صافي. وغادي نحركو نحركو حتى يتجانس هذا الخليط كله ونطلقاو. الخليط ها هو وجد، ولكن انا اضطريت نزيد فيه بيضه اخرى لان البيضه الاولانيه كانت صغيره وقصدت فيه بيضه اخرى على حساب ان الطحين ما شرب ليا. دابا غادي نديرو هكا، المهم كل واحد يديرو على الشكل اللي بغى، انا غادي نديرو بحال هكا. هادي راه دهنتها بشويه ديال الزيت باش ما يلصقوش ليا صافي. غادي نبدا ندير هكا، اللي بغى يديرهم دواور يديرهم. صافي غادي نكمل هاد الستاف هكا ونرجع معاكم ان شاء الله. دابا الزيت ديالنا ها هي درناها كتغلى، دابا غادي نحاولوا نهزوهم غير بشويه ونديروهم في المقله. شويه صعب في الزن، ولكن شوفوا دابا كل وحده كي غتجي. غادي نخليهم دابا تيتحمرو مزيان، راه على بغيا تيتحمرو.
ما تحمروا. هما كيخرجوا هكا زوين مقرمشين. غادي نكمل دابا الاخرين حتى هما غادي يديروا بنفس الطريقه، وغادي نرجع معكم. اذا الكلامغ فخي اللي صاوبنا ها هو وجد. دابا انا غادي ندير له لا مايونيز، ولكن غادي لا مايونيز ديال الدار. هنا درت جوج بيضات، وهنا عندي كاس ديال الزيت، عندي شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، عندي انا رافقها انا بهذا الحار، وغندير وغندير معاه شويه ديال الخل. اذا غنبداو خرجت كثيره. دابا انا ملي بغيت ندير الحرور، بنتي فضلت ان هي تاخذها بحلوه بالعسل، دونك غادي نزيد. درت هكا جوج ديال لي بار، وحده غادي نزيد فيها العسل. حتى العسل كتجي غزاله، كتتماشى مع هذا الحار. دونك غادي ندير هنا العسل، جوج معلقات، نخلطهم. هاهما هادي كتجي فنة اللي كيبغي الحلو والحار. وانا بالنسبة ليا انا كنبغي الحار، دونك انا ديالي غادي نحاول ندير فيها الحار. من الاحسن لا مايونيز ديروها في الدار، لان كتجي كثيرة وكتجي صحية، يعني ديال الدار. فوالا ها هي دابا، هذه بالحار وهذه بالعسل، وكل واحد ياكل اللي بغى، لان الاطباق كتختلف. هو الطبق ديالنا كمل. هاد لي باطوني ديال الكالامار رافقتهم هنايا بليصوص مايونيز، وحده حاره وحده حلوه، كل واحد ياخذ على حسب الذوق ديالو. وكنقول لكم بان هاد لي باطوني راهما خرجوا منهم تسعود، وبان اللي كلا وحده راه وافيه وكافيه. ونتمنى ان هذا الطبق يعجبكم، وانكم توجدوه في ديوركم، وتخليوا لي عليه التعليق، وتجربوا هذه الوصفه لانها وصفه رائعه جدا. ودابا كنضرب لكم لقاء فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده، ونلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله.